في البدايه ببارك لك طبعا على الهدف، وعايز اشوف الاحتفال ده. الاحتفال ده انت يعني الاحتفال عباره عن ايه؟ والناس بتسال كابتن الوليد احتفال ازاي؟ احتفال وليد الازهر خاص به، وده 44 مدينه في اجادير، مدينه في المغرب. يعني قول لي النهارده المباراه بالنسبه لك، يمكن انت مركز بشكل كبير جدا يا كابتن وليد، بتادي كل اللي عندك بلغه الكره في المباراه. شفت النهارده المباراه ازاي؟ وشايف بطوله الدوري العام بالنسبه لكم عامله ازاي؟ وكما كعرف جميع، احنا في بالنسبه لي انا كنحاول انني اي مقابله ندير واحد الجهد كبير، ونعاون الاصدقاء ديالي باش نحقق واحد النتيجه ايجابيه. والحمد لله كنبغي نشكرهم من هذا المنبر، رغم العاية وتراكم المقابلات، الحمد لله كناخذ كل مقابله بمقابله. والحمد لله كنبغي نشكر اللاعبين على هذا المستوى اللي قدموه، والتركيز اللي كانوا مركزين حتى لاخر مقابله، وكان ديال هذا الفوز هذا للجماهير الاهلاوي. انت وقعت النهارده في الملعب، عايزين نطمن عليك، هل عندك اصابه او كدمه وحصل ايه يا كابتن وليد؟ لا، لعيب اداني بالكوع بس حاجه بسيطه اداني في الصدر، حسيت نفسي زي ساوه كده، كوع النفس تقطع شويه. قول لي، يمكن انت نالت الاشاده والتحيه الكبيره جدا في المملكه العربيه السعوديه من الجاليه المصريه من جمهور النادي الاهلي، استقبلت ده ازاي كاحد نجوم النادي الاهلي؟ حب كبير من جمهور النادي الاهلي وليد ازار. الحمد لله، كما قلت لك تنبغي نشكر جميع الجمهور اللي كان مساندني، والجمهور اللي كان منتقدني. كما قلت لك انا الانتقاد كان ناخذه بالنسبه لي ايجابي، هو اللي كيخليني انني نخدم كل نهار باش نبين لهم بلي انا نغير لهم الفكره ديالهم اللي هي خاطئه. الحمد لله، كل الشكر للنجم نجوم النادي الاهلي وليد ازارو. الحقيقه طبعا اداء رائع واداء مميز، بيأدي كل ما يملك من قوه وليد ازارو خلال الفتره الماضيه، ومستنيين منه جمهور النادي الاهلي منتظر الكثير من احد نجوم فريق النادي الاهلي كابتن وليد ازارو. مستمرين معاكم كل مشاهدينا ولقاءات خاصه عقب فوز النادي الاهلي على الاتحاد السكندري بنتيجه 3-0.